لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أما في سورة يوسف فقوله تعالى وجاء بكم من البدو، هذه الآية يدل ظاهرها على أن بعض الأنبياء ربما بعث من البادية، فقد جاء في موضع آخر ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم من أهل القرى، قرى يعني الحضر المدن يعني، إنما البادية الصحراء اللي هم البدو الرحل. طبعا هؤلاء يغلب فيهم الجفاء والجهل لأنهم لا يثبتون، ليس لهم مساكن، دول بينتقلوا مع المراعي أماكن الماء من مكان إلى مكان، فهم بدوا رحل، فبالتالي يظهر غالبا بتوع البادية بفوق جفاء وجهل، لا علماء ولا علم ولا أي شيء من هذه الأمور. فبالتالي الله سبحانه وتعالى لم يبعث الرسل إلا من أهل الإيه؟ القرى، من أهل الحضر. أجيب عن هذا بأجوبة، منها أن يعقوب عليه السلام نبئ من الحضر ثم انتقل بعد ذلك إلى البادية، ومنها أن المراد بالبدو نزول موضع اسمه بدا، مكان اسمه بدا، قد جاء بكم من البدو يعني المكان اللي هو اسمه بدا، وهو المذكور في قول جميل أو كثير، والأرجح أنه قول جميل، يقول إيه وأنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما، وأنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، وأنت التي حببت شغبا إلى بدا، يا شغب دي موضع بين المدينة والشام، وبدا مكان تاني، فهو بيقول إن إنها حببت إليه المسافة من المكان الذي يسمى شغب إلى إيه المكان الذي يسمى بدا، المكان ده حببت إليه هذه المسافة كلها وهذين المكانين، مع أن أوطانه التي المفروض أن يحبها هي بلاد أخرى لا هي هذا ولا ذاك. حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما، وأنت التي حببت شغبا إلى بدا إلي وأوطاني بلاد سواهما، حللت بهذا مرة ثم مرة بهذا فطاب الواديان كلاهما. وهذا قول بعيد، يعني مقصود وجاء بكم من البدو يعني إيه من مكان يسمى بدا، هذا ضعيف. من هذه الأقوال أيضا في تفسير الآية أن البدو الذي جاء منه مستند للحضر، فهو في حكمه يعني ملتحق بالحضر وقريب منه وهو في حكمه، والله تعالى أعلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.